السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على أكلة خفيفة اللي كتكون بالبصلة وسهلة. بسم الله، انا غادي نبدا معكم المقادير. ولا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بجديد. بسم الله، انا غادي نجيب هذه المقلة العجيبة وغادي نجرب فيها اكله معكم. بسم الله، كندير شويه ديال الزيت البلديه او زيت الزيتون، واحد 3 معالق ديال الزيت، وكنجيب البصله بحال هكا كنقيها وكنغسلها وكنقطعها كطرونشيات، كنستمر عليها بحال هكا حتى كنقطع البصله ديالنا كامله، يعني راه كتجي لذيذة. كنزيد البصلة، هنا كنزيد البصلة الثانية، صافي هنايا كندير البصلة وكنقطع واحد الحبة ديال المطيشة، الحبة الاولانية. انا هنا كندير 3 الحبات، عندي مطيشة شوية صغيرة. هاد الاكله نقدروا نديروها حتى في الفران، كنديروها في اللاطه كتجي ساهله ودغيا كتوجد ما كتعطلش. كنقطعهم هكا طرونشيات، استمر عليه حتى كنقطع الفلفله ديالنا كامله. زيد الفلفله الثانيه، هنا غادي نزيد واحد الفلفله خضراء، هذه كتبقى اختياريه. الا عندكم على الخضرة بوحدها ديروها، عندكم الحمراء اي نوع فلفله في بحال هكا تقدروا ديروه. صافي كنستمر عليها حتى كنقطعها وكنسرح هكا الخضره ديالنا. صافي، وكندير شويه ديال الملحه، غادي نحطها فوق البوطه وكنحطها على عافيه شويه مهيله. كنجيب هنايا عندي واحد 500 غرام ديال الكفته، وكندير واحد الحبه ديال البصله، وكندير هنايا شويه ديال الثومه، معجون ديال الثومه، شويه القزبر ومعدنوس. انا ما عندنيش هنا الخضر، انا درت اليابس، وكندير الملح حسب الذوق، كندير الفلفله حلوه او البابريكا، كندير الخرقوم البلدي، كندير الكمون، كندير شويه سكينجبير وراس معلقه ديال الابزار. ندلكوها كامله باش كتخلط لينا التوابل والبصله والثومه، وكنستمروا عليها. بعد ما صوبنا الكفته ديالنا غادي هكا نكورها، نتوما كديروها شكل صبيعات او كديروها بحال هكا. هنا غادي نقص منها باش كندير قياس. صافي، بعد ما صايبتها بحال هكا غادي نستفها فوق اللاطه. اسهل اكله سريعه التحضير، ما كنتعداوش فيها 10 دقائق، راه كتكون موجوده وطيبه وكتجي لذيذه. صافي، بعد ما غادي نستفوها كامله كنغطيو عليها.
صافي. انا هاد الخضر راه ما درتش فيها العطريه تماما، درت فيها غير شويه ديال الملحه باش تبلتها، وهذيك العطريه اللي في الكفته هي اللي غادي تطلق النسمه ديالها. صافي بعد ما كنسدو عليها كنخليوها 5 دقائق راها كتكون طايبه. نتوما شفتوا الاكله ديالنا راه طابت. صافي هي طايبه وطلقات الميه ديالها ديال البصله وكتجي لذيذه. هنا غادي نوجدها ونحطها في طبق التقديم. هنا رافقتها بطبق ديال الرز اللي كيجي متبل وكيجي رائع. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد.